وينضم إلينا هنا في استديو الإخبارية الدكتور حمدان الشهري المحلل السياسي والباحث بالشؤون الدولية. أهلا بك دكتور حمدان. دكتور، احترافية الأجهزة الأمنية لإجهاض العمليات الإرهابية سمة تميزت بها الأجهزة الأمنية السعودية، تفوقت فيها كثيرا على دول متقدمة، استطاعت العناصر الإرهابية تنفيذ مخططاتهم الإجرامية فيها، ما تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية تعرف نستطيع أن أقول بفضل الله المملكة العربية السعودية ورجال أمنها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين تضيف إنجاز آخر إلى إنجازاتها في محاربة أصحاب الذل والخيانة. طبعا هي المملكة تضيف هذا الإنجاز إلى صفحاتها، بينما داعش يضيف إلى صفحاته السوداء قتل من يعني المتآمرين على الوطن وعلى الإسلام والمسلمين، فشتان ما بين ذلك. هذه من جهة. من جهة أخرى تعرف بفضل الله المملكة هي بلاد الحرمين، هي من تسعى على أمن وأمان الإسلام والمسلمين، لذلك لن تتوانى في مواجهة هؤلاء الإرهابيين. لذلك سواء كانت الحكومة سواء كان رجال الأمن، الكل يعمل على قدم وساق لأنه يحمي بلاد الحرمين ولأنه يحمي الإسلام والمسلمين. فلذلك هذه إحدى النقاط الهامة التي يجب أن نركز عليها. أضف إلى ذلك الكثير من الدورات والكثير من العمل الأمني والمتابعة المستمرة لدن طبعا وزير الداخلية ولي العهد الأمير محمد بن نايف ورجال الأمن الذين ليل نهار يواصلون ليلهم بنهارهم لحفظ أمن الوطن والمواطن. بفضل الله المملكة العربية السعودية على الحدود جيش يدافع، في الداخل جيش آخر من رجال الأمن يدافع عنهم. لذلك المملكة العربية السعودية هي تستهدف من داعش، هي تستهدف أيضا من إيران، كلاهما يعني وجهها لعملة واحدة. الإرهاب يريد أن يضرب هذه الأرض لأنه يعرف أن المملكة العربية السعودية حجر الزاوية في الأمن والسلم العالميين، أقول ليس فقط الإقليمي أو العربي. فلذلك هم يريدون المساس، لكن هيهات هيهات لهم من ذلك ما دام الله يحميها أولا، ثم هناك حكومة تسهر على أمن واستقرار البلد، وهناك رجال أمن قد أقسموا الولاء على خدمة الدين وخدمة الوطن وخدمة الملك. نعم دكتور، بالحديث عن داعش، توقيت العملية وتواجد داعش في مثل هذا الوقت كيف تقرأ؟ هو سؤال في الواقع يعني جميل، لأنه تعرف قبل أيام الإرهاب الإيراني ضرب في البحرين وأخرج السجناء، وهدد قبل أيام أيضا ميليشيات إيرانية بأن تنال من السعودية. كذلك تأتي في هذا السياق، كانوا يحذرون لعمل ما، لكن قدرة الله سبحانه وتعالى الوصول إليهم بعملية استباقية قبل ينفذوا جريمتهم، وهذا أيضا دليل آخر على حفظ الله سبحانه وتعالى أولا، ثانيا على يقظة رجال أمن على متابعة هؤلاء. أيضا لا تنسى أنه لدى الداخلية منذ فترة يعني هناك صيد سمين وهو عقاب العتيبي الذي قبض عليه، وهذا الرجل هو مخزن للمعلومات عن هؤلاء الأفراد ومتابعتهم. فبعد قبض على مثل هذا الرجل أصبح هناك تتبع للعديد منهم ومحاولة لأن يعني يتم القبض عليهم، فلذلك هذه مهمة جدا. أريد فقط أن أنوه إلى عملية سمعتها اليوم أو عندما تحدثوا عن أعتقد الصاعدي، نعم، الذي حتى فر والذي كان يعني موجود في المناصحة والذي قد يعني وجه له، بمعنى في الواقع عندما تستمع لبعض الناس قد يقول انظر لا يستفيدوا من هذا وغير هذا من هذا الكلام، لكن أنا سأقرأ من زاوية أخرى، نعم، بأنه اليوم لقي حتفه أو بالأمس لقي حتفه، لكن هو من اختار هذا الطريق. المملكة ورجال أمنها حاولت أن تعيده إلى أن يكون عنصر فعال المجتمع، أن يعود إلى رشده، أن يتوب إلى الله، وساعدت في ذلك وأعطت فرصة بل أكثر من فرصة، لكن إذا لم يعني يستفد من ذلك سيجد هذا المصير، وهذا المصير الذي هو أخذ نفسه إليه، وليس يعني نحن ولله الحمد المملكة وحكامها دائما ما تحاول أن تراعي أبنائها حتى لو أخطأوا، لكن تريد أن تحرفهم أو أن تبعدهم عن مسارهم الشيطاني لن يعودوا إلى الحق. لكن من يصر على أن يكون في هذا الطريق سيجد مثل ذلك. نعم، بالحديث عن هذا الرجل الإرهابي، خطورة الإرهابي
طالع الصيعري وكونه من أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة، خاصة مع وجود شخص برفقته لتجهيز أعماله الإرهابية. بعد ضربة أو تعتبر هذه الضربة قوية للإرهابيين في مثل هذا التوقيت. أحسنت. مرة أخرى أعود وأقول انظر إلى الصيعري الذي المملكة العربية السعودية مكنته من يكون عضو فاعل في المجتمع، وكانت هناك له منحة للدراسة، وبدلا أن يستفيد من هذه المنحة ليعود إلى بلده وينفع بلده يترك دراسته ثم يذهب إلى مناطق الصراع والنزاع ويعود ليفجر في بلده. هل هي المكافأة التي ينتظرها منه بلده؟ أنا أعتقد هناك العديد من الأوطان الذين ينتظرون مثل هذه الفرص ليحصلوا على مثل هذه، لكن هؤلاء يعني كوفيوا على نواياهم. اليوم قد وجدوا ذلك. طبعا الصيعري هو خطير، وكما قلت لك يعني ساعد وسمعنا على تدريب العديد من قاموا بهذه العمليات، وطبعا هو مطلوب، فاليوم وجد في الواقع جزاءه وواجه الموت، لأنه مهما اختبأ أو مهما حاول أن يدبر لكن في النهاية سيقع، يعني لا محالة، لأنه لن يكون له يعني لن يستطيع الذهاب بعيدا بما يفعل. دعاء المسلمين عليه، متابعة رجال الأمن، وقبل ذلك كله الله سبحانه وتعالى سيمهل له لكن لن يهمله، يوم سيواجه. فلذلك الصيعري اليوم واجه مصيره وسيواجه من خلفه، من يعني من كان يتصور أن تقوم داعش أو غيره من هذه الميليشيات الإرهابية يعني يذهب بهم حتى الفكر للتفجير في الحرمين، أنا أتحدث عن الحرم النبوي وغيرها، ويعني في أفكارهم لو لا سمح الله مكنوا لعملوا أفظع من ذلك. هؤلاء لم يعودوا يرعوا ولم يعد يحكموا عقولهم ليعرفوا ما يفعلونه، لأنه هذا إرهاب وقتل للمسلمين وتشويه للإسلام. الآن صدر إلى العالم وينظر إلى المسلمين للأسف بأسبابهم، أصبحنا في موقف الدفاع بدل أن نرسل نماذج طيبة ونماذج رائعة، وأن الناس يعني يبدأون في اعتناق الإسلام والتقرب إلى المسلمين، أصبح ينظر إلينا وكأننا يعني خصوصا يستخدمون إعلاميا لتشويه، وتعرف خطورة الإعلام، ويستخدم أمثال هذا النماذج لأن يعمم حتى يعطي صورة نمطية بلا شك هي خاطئة، لأنه لو العالم كان أيضا منصف لرأى أن المملكة أكثر من يستهدف منهم، وإلا لو كان إرهابهم هذا لا يقع المملكة كان يعني تستطيع أن يكون هناك أخذ ورد، لكن أكثر إرهابهم يقع على المملكة، دليل على أنهم هم أخذوا ثم يعني استخدموا ضد هذا البلد، لأنه هذا البلد يمثل كما قلت لك عمود الفقري ويمثل عمود الخيمة للإسلام والمسلمين والدول العربية وغيرها واستقرارها، فلذلك هو تحت هذا الإرهاب، وللأسف أن يكونوا من أبناء هذا البلد. لا نعلم لماذا وصل بهم الحال، لكن عليهم أن يثقوا في الله أولا ثم في قياداتهم ومجتمعهم. المملكة اليوم هي من يحمي لو حكموا عقولهم الإسلام والمسلمين. انظر إلى مكانها على الحدود، انظر إلى ما تعمله دوليا، تنصر إخوانها في كل مكان، فلينظر إلى سجل المملكة وما قدمته من مساعدات مالية ومساعدات سياسية وعلى المستويات بأجمعها، وليقارنوا ما فعلوه هم أو غيرهم، لن يجدوا مثل ما عملت المملكة العربية السعودية في ذلك. فلذلك هذا من الشيء أو من الأهمية بمكان أن يؤخذ في الحسبان، وعليهم أن يتقوا الله أبناء هذا البلد، ومن ينظر في الواقع لأن يكون هناك أمن واستقرار. أضيف إلى ذلك أن هناك من يريد بالمملكة لا يريد بها خيرا، فلذلك يجب ألا يكونوا هم الأداة التي يستخدمها، وللأسف أصبحوا هؤلاء مستخدمين للأسف في الواقع. لذلك أقول يجب أن لا تؤتوا أو أن لا نؤتى من قبل أبنائنا. نعم. وفعلا يد المملكة حانية على أبنائها، ولكنها يد تضرب بحديد لكل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها. كان معنا هنا في الاستوديو الدكتور حمدان الشهري المحلل السياسي والباحث بالشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.